خرجت من المدرسة ازاي؟ انا استأذنت مع محمد، انا بس جاي اعتذر لحضرتك عن اللي حصل في السبوع وعن المشكلة اللي سببتها النور. لا ما تقلقش، المشاكل كده كده ما كانتش مستنياك عشان تحصل. انا عايز اقول لحضرتك ان انا بحب نور. وبعدين ايه؟ ايوه وبعدين، مش انت بتقول بتحب نور؟ وبعدين ناوي تعمل ايه؟ معرفش. متعرفش يعني؟ انت ما تعرفش غير انك بتحب نور وبس. وانا بقى ايه المطلوب مني؟ انا بس كنت عايز اتكلم مع حضرتك شويه. ايوه انا بتكلم معاك اهو. تحب نتكلم في ايه؟ في الشبكه ولا في المهر؟ ولا ناجل الكلام في التفاصيل دي احسن؟ تحب نرتب مع بعض جدول الخروجات والفسح عشان تنبسطوا ببعض وانا كمان انبسط بيكوا؟ انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك زي ما اتكلمت مع انكل انس. وانكل انس قالك ايه؟ قال لي حاول اقرب من نور مره واثنين وثلاثه، بس بطريقه شيك يعني. والله؟ وقال لك ايه كمان؟ قال لي ان البنات بتحب الراجل اللي يتعب علشانها، بس لو نور ما رضيتش تكمل معايا اسيبها. طب يا ريت لما تشوف انكل انس المره الجايه قول له يا ريت تطبق النصايح دي على نفسك. انا بس كنت عايز اشرح لك موقفي. موقف ايه يا ابني؟ هو انا فاضيه شغل العيال بتاعكوا ده؟ يا طنط فهميني. يا طنط في عينك، عارف لو سمعتك بتقول طنط تاني هقطع لك لسانك. انا قصدي اقول لحضرتك انها بجد بحب نور. يا ابني افهم يا شاطر، نور دي عيله وانت عين منها. لما تكبر يا حبيبي وتبقى راجل ابقى حب ولا تنيل وتهبب براحتك. ايوه يا طنط، بس انا ما... انت هتقول لي طنط تاني؟ اقسم بالله العظيم لو ما رجعت مدرستك دلوقتي لا ادخل النظره اقول لها ان انت هربان من المدرسه واقف بره تضايق الناس واخليها تطلع لك جواب فاصل.